بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة، وختام اللقاء آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها علينا الشيخ راغب مصطفى غنوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من خشي يا رحمن بالغيب والياء
you
مستمع واستمع نحن أعلم بما
نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر you
صدق الله.